والمشاهدين ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غتشوفوا معنا القنطره الجميله، القنطره الجميله على السكه الحديديه قرب برج محمد السادس في الطريق اللي كطلعكم من العين الحواله. هانتوما غتشوفوها معنا ان شاء الله، واحد القنطره جميله جدا، حيت كانت واحد القنطره قديمه تما ضيقه ديال الحجر، ريبوها وداروا واحد القنطره حديثه على شكل جسر معلق ديال السكه الحديديه اللي غيمر عليها القطار. انتم غتشوفوها معنا ان شاء الله الاخوان في هذا المقطع هذا. وخليكم مع الفيديو، تحيه لكم جميعا اينما كنتم، تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، تحيه للناس اللي كتسافر معنا وكتمنظر معنا، تحيه لكم جميعا. وخليكم مع الفيديو حتى النهايه وغتشوفوها معنا ان شاء الله. علاش حنا بدينا لكم من هنا باش تعرفوا هذه القنطره فين 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 كاينه. يعني الاخوان راه هي حدا البرج ديال محمد السادس، لان ما يمكنش نديروا برج محمد السادس ونديروا ديك نخلوا ديك القنطره ضيقه وقنطره يعني قديمه. هذه الحمد لله دابا ولات قنطره حديثه، قنطره جميله جدا. انتما غتشوفوها معنا ان شاء الله الاخوان، تحيه لكم جميعا وخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا الاخوان هذه الطريق اللي غادي معاه هي اللي كتجيب من الرباط، البرج هو على اليمين ديالنا. ان شاء الله مازال غنديروا لكم واحد الفيديو على البرج ان شاء الله باش تشوفوا فين وصلت المراحل الاخيره ديال البرج، لانهم الاخوان كيصلحوا الواجهه ديالو ديال اللي جنب الواد على الواد بورغراك. بالنسبه للعلو ديالو الاخوان راه هذه هي النهايه ديالو، حتى دوك الرافعات اللي كانوا في الجنبات ديالو يعني راه تحيدوا هبطوهم، ما بقاش حتى وحده. هذاك يعني بانه الاشغال الفوق راها يعني انتهت. دابا الاخوان الاشغال كاينه غير في الارضيه ديالو، في الواجهه ديالو. يا سلام، ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو على الجنبات ديالو هنايا اللي على الواد. دابا الان الاخوان غتشوفوا معنا غير القنطره الجديده اللي دارت على السكه الحديديه. قنطرة رائعة جدا، والاشغال باقة في هاد الجنبات ديال القنطرة، يعني التحويل ديال القنوات ديال الماء، الماء ديال الشتاء اخوان. هذوما المشاريع الجميلة الإخوان، والله إلى المشاريع الجميلة جميلة جدا. واه الإخوان شوفوا شوفوا على القنطرة، يا سلام يا سلام على القنطرة الجديدة، يا سلام. اللهم بارك. شوفوا الاخوان الاشغال، الناس راه خدامين
تحية لهاد العمال اللي خدامين هنا. قادوا هذه البنية التحتية ديال الويدان اللي دايزين من هنايا وديال اي حاجة اللي كتتعلق بالبنية التحتية. انتم الاخوان تشوفوا الطريق دابا، هذه اللي طالعين مع هذه الطريق ديال عين الحوالة في اتجاه ديال الطريق اللي كديكم للمكناس وديكم للمطار ودخلكم وسط ديال المدينة ديال سالا. تحية لكم جميعنا الإخوان، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. الإخوة المشاهدين، حتى هذه القنطرة اللي كيدوز منها ترامواي في اتجاه ديال المستشفى مولاي عبد الله بمدينة سالا، حتى هي الإخوان قنطرة رائعة جدا على شكل جسر معلق. انتم تشوفوا معنا الاخوان قنطرة رائعة جدا، ها هي هذه الاخوان. شوفوا الاخوان القنطرة رائعة جدا. إلى هنا انتهى هذا المقطع الإخوان، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.